صناعة الحواسيب من الDNA. هل سنشهدها قريباً؟ استغلال خواص بنية الDNA في صنع البوابات المنطقية. تعتمد الديودات والترانزستورات في صناعتها على عنصر السيليكون Si، وتستخدم هذه العناصر الإلكترونية في صناعة البوابات المنطقية Logic Gate التي تدخل في تصنيع الحواسيب والدارات الإلكترونية. ولكن ما رأيكم إن كان الحمض النووي الDNA بديلاً عن السيليكون؟ كيف سيتم ذلك؟ وما هي علاقة مكونات الشامبو بهذا المجال؟ تابعونا. تعد البوابات المنطقية الحجر الأساس في صناعة الدارات الرقمية المستخدمة في الحواسيب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. تصنع هذه البوابات بشكل عام من عناصر الديودات والترانزستورات التي تعمل كأجهزة تبديل فصل وصل On Off. أما مقال اليوم فيتحدث عن مادة شهيرة جدا، لكنها فاجأت العلماء بقدرتها على تغيير شكلها، مما يسمح بالاستفادة منها ضمن مجالات واسعة في المستقبل القريب. إنها الحمض النووي الDNA. عند ذكر كلمة DNA سنفكر سريعا بالعديد من الأمور الهامة: بصمة الإصبع التي تساعد الشرطة على تحديد هوية أي شخص في جريمة ما. سنتذكر فحص الحمض النووي الذي يستخدم لتحديد هوية الوالد وغيرها الكثير. قدمت بنية الحمض النووي أول مرة من قبل واتسون كريك، حيث بيّن أنها ذات شكل مزدوج لولبي. الصورة رقم 1 تبين أشكال الحمض النووي الDNA. لاحقاً تبين أنه بإمكان الحمض النووي تشكيل العديد من الأشكال، والتي بني هذا البحث على أساسها. تكمن أهمية هذا البحث في أن تغير شكل الDNA قد يلعب دوراً هاماً في تطوير الأبحاث المتعلقة ببعض الأمراض الجينية كالسكري والسرطان، ولكنها أيضاً قد تستخدم في تقنيات النانو نانو تكنولوجي وصنع الآلات الصغيرة. تمكن خاصية تغير الشكل للحمض النووي من استخدامها كعناصر فصل وصل On Off Switch، وبالتالي من الممكن أن تحل مكان السيليكون في صنع العناصر الإلكترونية. كيف ستتغير بنية الحمض النووي؟ عند إضافة حمض، والحمض هو أي مادة كيميائية تعطي عند انحلالها بالماء شاردة الهيدروجين الموجبة لقطعة من الDNA، سيتغير شكلها وتصبح ذات شكل مطوي، وعندها تدعى I motif. أما سرعة حدوث عملية الطوي فتحددها كمية الحمض المضاف، حيث من الممكن أن تتم العملية خلال ثانية واحدة. وإذا أردنا إعادة القطعة لشكلها السابق يكفي أن نضيف أساس، والأساس هو أي مادة كيميائية تعطي عند انحلالها بالماء شاردة الهيدروكسيل السالبة -OH. الصورة رقم 2 تبين عملية الطوي. يفيد هذا التغيير في عملية الفصل وصل الإلكترونية، حيث يمكن اعتبار عملية الطوي هي حالة الوصل On، واسترجاع الشكل الأساسي هي الفصل Off. تمت الاستفادة من هذا النموذج في أبحاث متعددة، حيث تمكن العلماء من جعل قطعة الحمض النووي تمشي، كما تمكنوا من مراقبة تغيرات الPH في الأعضاء الحيوية. ولكن الجديد في يومنا هذا هو إمكانية تغيير شكل الDNA المطوي مرة أخرى I-motif، وذلك بإضافة أملاح النحاس وتحديداً الشوارد الموجبة للنحاس كوبركاتشنز، حيث نحصل على شكل آخر يدعى هيربين. تمثل هذه المرحلة عملية وصل أخرى، وللعودة للشكل I-motif المطوي أي العودة لحالة الفصل تتم إضافة مادة EDTA Ethylene Diamine Terracystic Acid، واسمها ثنائي أمين الإثيلين رباعي حمض الخل، وهي مادة معروفة تستخدم في أغلب المنتجات المنزلية وتدخل في صناعة مكونات الشامبو. تتم عملية التغيير الثانية دون تغيير في قيمة الPH. الصورة رقم 3 تبين تغير شكل الحمض النووي من I-motif إلى هيربين وبالعكس. الصورة رقم 4 تبين التركيب الكيميائي للEDTA.
الصورة رقم 5 تبين تغير شكل الحمض النووي، ويمكن تلخيص عملية تغيير شكل الحمض النووي بالمخطط الصندوقي التالي. وبهذا الشكل نكون قد استفدنا من الحمض النووي في تطبيق جديد للحصول على مفاتيح تبديل وصل فصل، وهذا يؤدي إلى توسيع استخدام تقنية النانو بشكل كبير من أجل صنع البوابات المنطقية وبالتالي صناعة آلات بالغة الصغر.